انتقدت نجوم في مهرجان الموسيقى العربية، كنت شايف ان هم يصلحوا ان هم يجوا دول لم انتقد، وانا طلبت من رئيس الاوبرا نعمل تقييم لمن غنوا. مين تحديدا اللي كنت بتوجه له الانتقاد في مهرجان الموسيقى العربية وقلت ان هم يعني اتكلموا اكتر ما هم غنوا؟ برضو لا. يعني حضرتك يا فندم اتكلمت، هل انا جاي عشان اقدم كشف اسماء اللي غنوا؟ لا بس احنا معتدين من حضرتك على الصراحه. دوري ده اعرفه واقيمه في اللجنه وفي محضر سري بيتعمل. مش لينا، مش للجمهور. يعني حضرتك مش فارق معاك ان الجمهور يعرف؟ لا ما زالوا هم قدام الجمهور والجمهور بيحبهم وانا بحبهم، بس لازم ناخدوا بالنا. الصوره اللي بعدها اتفضلوا. الفنانه اصاله. اصاله صوت عظيم جدا جدا، وانا قريت الخبز في وشك دلوقتي، عايزه تتحكي اتحكي لغايه لما اخلص. خلص ده انا غلبانه. لا عايز اقول لك حاجه، مدار بيني وبين اصاله ده شيء خاص خلاص، ولكن يبقى انا عايز اقول اخر اغنيه اصاله ليكي في مجموعه النجوميه او اللي بتردد، لو في هوا دلوقتي كنت هتطلع تقولي لي الاغنيه كذا، يبقى انا اروح اعالج نفسي. اظن دي اجابه كفايه.